رحب بشباب حلبي قرروا نفذوا واليوم عم يستمدوا هذا النجاح. بدي رحب بتوفيق اغا. صباح الخير صباح توفيق، النور، شو يا هلا فيكي. اخبارك؟ تمام الحمد لله، ماشي الحال. تمام. هلا اكيد رح نتعرف عليهم اكثر ونخبركم بشو نجحوا اكثر، ولكن ماشي، خليني ايضا رح ارحب بعلاء الدين خضر. صح. ايوه صباح الخير، صباح النور، كيفك؟ يسعد. الحمد لله بخير. كمان بدي انتقل الى ابراهيم حريري. اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيكم. فيكم، حضركم عندكم مشروع ران تايم مشترك مع علاء خضر. مشترك وتوفيق انت لحالك. تماما. شي عن الفطر؟ ايوه اوكي اكيد. اهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. خلينا نبلش ونحكي عن تجربتكم الخاصة. نبلش معك يا توفيق، تجربتك الخاصة بأحلام صغيرة. انا توفيق محمود اغا، مهندس زراعي بجامعة حلب من قسم الصناعات الغذائية. من حوالي سنتين ونص تقريبا بديت بمشروعي الريادي اللي هو اسبريسو مشروم. فكرة المشروع هي انتاج الفطر الغذائي على مادة تفل القهوة، الاكسبريس، ماكينات الاكسبريس. الفكرة طلعت من عنا نحن بحلب كميات كتير كبيرة بتطلع يوميا من ماكينات القهوة اللي عم طالع قهوة اكسبريس. فهل الكمية الكبيرة بتطلع يوميا، انا استنتجت انه هي عملت عليها تحليل بسيط فيها مواد مغذية بستفيد منها بإنتاج الفطر اللي يعني هو مادة غذائية مستهلكة يوميا عنا. فأخذت هالتفل القهوة، عملت له معالجة بسيطة، تعقيم، ضفت له مواد معينة وعملته بيئة زراعية مناسبة لإنتاج الفطر الأبيض. البداية يعني كانت فطر فريش أكيد طبعا. أوكي. فعدة تجارب وعدة مراحل العمل بلشت فيها من تجميع التفل معالجته للوصول للمنتج الأخير. بصراحة هو يعني البداية كانت بالصدفة، يعني أنا لما دخلت على المشروع سمعت فيه من رفقاتي فإنه في جهة ممولة بحلب تمنح مشاريع ريادية. أنا من حلمي من أنا صغير أفتح مشروعي الخاص، مشروع يدر لي ربح مالي إلي، يعني أستقل ماديا. تمام. فكانت فرصة كتير حلوة. بالبداية أنا دخلت على مشروع ريجز تابع للمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بحلب. قدموا لي دورة ريادة أعمال تعلمت فيها مبادئ الريادة بشكل عام، ومنها انطلقت لمرحلة التمويل بعد طبعا عرض المشروع. يعني الفكرة هي اجت خلال الدورة، خلال دورة ريادة الأعمال طلعت معي الفكرة، اشتغلت عليها، طورتها شوي بالتعاون مع الأساتذة الموجودين لحتى إن قبلت الفكرة الحمد لله رب العالمين، وصلت للتمويل قدام اللجنة، اجت لجنة كانت وقتها وعطت ووافقت على المشروع وقدم وحصلت على التمويل. ممتاز. ومن وقتها انطلقت بالأمور خطة العمل الطويلة يلي عديت في تجارب كتير كتيرة، منها فاشل ومنها ناجح، لوصلت لمرحلة الإنتاج. وهلأ حالياً يعني مراحل البيع مستمرة الحمد لله رب العالمين، وإنتاج بغطي حاجة المستهلكين بشكل جيد الحمد لله. أكيد رح نتعمق أكثر ونحكي تفاصيل، ويمكن ما بيفشل ما بينجح. أكيد طبعاً. أكيد رح أنتقل عند الشباب. صباح الخير. صباح النور. شو يعني ران تايم؟ شو هالمشروع؟ ران تايم هو مصطلح برمجي جاي من وقت التنفيذ الخاص بالبرنامج، يعني هو لما التنفيذ البرنامج بيكون انطلق وصار شغال عند الجميع، ومن هون جاي الاسم. انا وزميلي ابراهيم، ما عرفتكم، مهندس علاء الدين خضرو، خريج جامعه حلب 2016، حاليا ماستر بعلوم الويب. ابراهيم حريري، انا خريج قسم نظم معلومات بكليه اقتصاد جامعه حلب، وحاليا ماجستير نظم معلومات كمان. اهلا وميت سهلا. الله يسلمك يا رب. نعم. انا وصديقي هون بنشتغل نحن سوا مشاريع برمجيه من زمان، ولكن بنحب المشاريع تكون نوعا ما رياديه فيها لمسه مميزه. يعني بنشتغل مثلا برامج محاسبه، مخابر طبيه، ولكن بنحب تكون فيها لمسه مميزه. سمعنا عن مبادره بريدج اللي هي من مدعومه من المعهد الاوروبي، انضمينا لهم. قبل كنا نفكر نشتغل بعقليه الافراد، يعني انه مشروع لهون مشروع لهنيك، لو مشروع خاص يعني. واكيد رح اتخانق انا وشريكي بعد شوي، او أيوة انا وصاحبي، ويقول هاي فكرتي وهو يقول هاي فكرتي. ما كان عباره عن منتج. لبين ما دخلنا على بريدج نيكس علمنا ندير الامور الماليه، نخطط للمشاريع، نكون فرق، نستغل الموارد بشكل افضل، وهون منه نحن بلشنا نشتغل واسسنا ران تايم. نعم. مبروك. يعني هي بدك تحكي شيء كمان عن تجربتك الخاصه بهالمشروع. هلا هو مثل ما قلت لك نحن ركزنا على افكار الرياديه. نحن بعد ما بشرنا مع المعهد الاوروبي دعمونا اول شغله نعرف ندير امورنا الماليه، نعرف نسوق. نحن كنا قبل ما نقدر نسوق كان في جهات الى دور بنجاح مشروعكم. شلون كان في جهات الى دور بنجاح طبعا مشروع. اكيد المعهد الاوروبي كان له كثير فضل، المدربين اللي كانوا موجودين والمنسقين اثروا كثير فينا. نحن كنا نقدر نشتغل برامج فريلانسر بس ما كنا نعرف ندير الامور الماليه ولا نعرف نسوق لحالنا. فعن طريق المعهد بعد ما خلصنا الدوره
صرنا يعني تغيرنا 180 درجة تقريبا، صرنا نعرف نسوق لمشاريعنا وبشرنا بمشاريع ريادية. وأول مشروع بشرنا فيه هو مشروع محاسبة على الموبايل. نعرف نحن أنه الأشخاص اللي صار عندهم سبب غلل اللابتوبات وبرامج المحاسبية، فنحن بدنا فكرة ريادية أنه الشخص يقدر يدير أموره المالية عن طريق موبايله. فخلال هاي السنة اللي راحت اشتغلنا على مشروع اسمه شهبندر للمحاسبة، بيخدم المنشآت الصغيرة والناشئة، وأطلقناه الحمد لله من حوالي أسبوع تقريبا. وإن شاء الله في مشاريع تانية، مشاريع ربط أجهزة طبية بالمخابر. يعني أمور تقليدية وقفنا عنها، فاشتغلنا شيء له علاقة بربط الأجهزة الطبية عن طريق قواعد البيانات. نعم، يعطيكم ألف عافية. أكيد رح نتعمق أكثر، ولكن رح نرجع عن توفيق. توفيق، شو خطر لك طفل الإسبريسو؟ يعني إنه تماماً، هي يعني إنه كيف استدليت؟ حدا قال لك؟ شفتها على الإنترنت؟ خلينا هيك نحكي ديتيلز أول ما بلشت، إنه التفاصيل يلي خليتك وشجعتك تفوت بمشروع تماماً هالقد حلو. هلا هو بالبداية قلت لك أنا دخلت بالدورة بناءً على رغبة من عندي بشيء اسمه ريادة أعمال. المصطلح يعني كثير انا شاغل بالي من زمان وحابب اتعرف عليه، فلما شفت هالدوره فيتحه دخل فيها. شرط الدوره انه يكون في عندك فكره رياديه. يعني هلا زراعه فطر اي حدا بيقدر يزرع فطر، زراعه فطر ما هي الشيء الريادي الشيء فظيع، لكن الفطر بينزرع على مواد معينه، مثل بدي اشبه لك مثل اعلاف تقريبا، فهي بتنشرب مصاري ومنه سعر الفطر بده طقس معين، مثل بدك تعمل البيت بلاستيكي تقريبا، اعمل له ظروف معينه لحتى يعطيك انتاج. تحت الارض هو مستودع تحت الارض، هو لازم ايه اكيد ابو رطوبه حراره اضاءه كثير شغلات. فالشرط مثل ما قلت لك انه يكون في فكره رياديه. زراعه فطر فكره عاديه، لكن انتاجه على ماده جديده، ماده طفل القهوه، هي هون الرياده بالموضوع. لانه الطفل بينزرع الفطر، بينزرع على مواد تشبه الاعلاف، القمح، بقايا القمح الشعير، فهي الاعلاف تنشرب مصاري ومنها على اساس سعر الفطر غالي عندنا بحلب وبسوريا بشكل عام. سعر الفطر معروف غالي، فانا لما جيت فكرت انه شيء له علاقه بدراستي نوعا ما، انه اطبق شيء من اللي انا دارسه. انا كزراعه اغذيه لازم اطالع مشروع يعبر عن دراستي، يعبر عن الشيء اللي انا بحبه والشيء اللي انا بشتغله وبدرسه. فلقيت انه زراعه فطر هي زراعه كثير جيده ومطلوبه ومردود المادي كثير عالي، وبتميز كمان انه يعني دوره انتاجه بقدر انتج 4 دورات بالسنه، ما له وقت معين، لانه انا عم بامن له الظروف، فانا بقدر امتى بدي انتج. هو مدته تقريبا شهر لل 40 يوم لحتى يطلع عندي انتاج، فانا بهالحاله كل 40 يوم في عندي انتاج. طبعا انا لما جيت على فكره على تفل القهوه بتميز، يعني انا خطر لي ماده رايحه على العدم، ماده من ولا شيء، ما لقى قيمه، فلازم. بس هلا في كثير مكنات اسبريسو، بس تماما هي متوفرة دائما، متوفرة بشكل يومي وبالكميات. يعني ان شاء الله اذا افتح معمل في عندي ميني بدني بطفل اسبريسو. هلا رفعت سعر الطفل انت، هلا صاروا بدهم. هلا انا رحت هو انا لما رحت اجمع الطفل بالبداية فصاروا يسالوني انه لشو بدك اياه، ايش بيلزمك كذا. بحب اصم دقال انا تماما. في منه قال لي بدك تستفيد منه، معناتها انا لازم ابيعك يا بيع. قلت له انا عم بخلصك منه، يعني انت لازم تدفعي لانه في مين عم بشيل لك اياه، احسن ما انت تروح تعطي لاي حدا يكب لك اياه، انا عم باخذك منه وبخلصك منه. اي فتعرضت لشويه مشاكل بالبدايه وقصص طويله عريضه. المهم لحد ما اخذت، مشان اتاكد من يعني من معلومتي صح، انا بحثت على الانترنت، بحثت كثير امور، قرات كتب عن شيء اسمه يعني تعمقت بشيء اسمه دراسه فطر. فوصلت لاخذت انا عينه عندي بالجامعه، للجامعه المخبر، حللت جزء منها، عرفت ايش مكونات التفل. الطفل بيتميز بارتفاع محتوى السكريات ومحتوى السليلوز، فهدول المادتين الاساسيات بهموا بانتاج الفطر. يعني الفطر بيتغذى على المادتين، تمام. فلما نحط نحن الماكينه الاسبريسو وبيطلع لنا فنجان القهوه، عم ناخذ منه الكافيين نحن، وهدول عم ضلوا بالطفل. فاخذنا هالطفل حللناه، طلعت معنا نتائج نظاميه، حملت حالي ورحت ابلش بالمشروع بما انه صار يعني الامور وضحت قدامي. نعم، جربت كميه صغيره بالبدايه، لما توافع على التمويل عرضت الفكره، فكلهم سالوني هلا الفطر له طعمه قهوه، له ريحه البن، بتعلق فيه هيك شيء؟ قلت لهم لا ابدا، انا جربت عينه صغيره وطلع مثله مثل الطعمه العاديه، نظامي طلع الفطر العادي. وبعدين استاجرت مستودع تحت الارض مثل ما قلت لك ابو، تحت طويل، بتميز بالرطوبه، رطوبه عاليه، حراره. طبعا في عندي اجهزه ومعدات للتحكم بالحراره والرطوبه والاضاءه، بحيث انه يطلع عندي انتاج فطر يعني
بأعلى إنتاجية وأعلى مردود حسب مواصفات كتير مهمة. رح أرجع أحكي كيف كانت أول إنتاجية، ولكن خليني أرجع أنتقل عند الشباب ونحكي أكثر يمكن عن قديش مهم اليوم التكنولوجيا صارت بحياتنا. مثل ما ذكرت إبراهيم من شوي أنه داخلة بكل بيت ومع كل الأفراد موجودة، ولكن ليش رحتوا إلى يعني الران تايم، يعني هذا اللي قررتوا بدكم إياه؟ هلا في البدايه نحن لما نحن قبل كنا نشتغل برامج عاديه أوكي. كانت برامج تقليديه جدا، يعني موقع ويب، تصميم برنامج، محاسب صغير، كله كان طبيعي. بينما دخلنا اعمال الرياده وعرفنا ايش يعني فكره رياديه، ايش اهميتها وايش ضرورتها. هلا نحن وقت دخلنا على المشروع فكرتنا الاساسيه اللي كنا عم نشتغل عليها هي البيوت الذكيه، هي انه نحن نتحكم باجهزه المنزل الكهربائيه عن طريق الهواتف النقاله، تمام؟ فان واحد مثلا خرج يطفي لمبه، يشعل لمبه، يتحكم، يشوف الاستهلاك، كل شيء تماما. على اساس هذا الموضوع بلشنا نشتغل، طرحنا الفكره عليه هون وهن وافقوا. بلشنا نجيب المعدات، نجيب الكهربائيات، نربطهم، نشتغل على التطبيق لبين ما طلعت معنا الفكره. بعد ما نشحت معنا الفكره ومعنا منها كم قطعه، بصراحه هون استوعبنا الفكره، يعني عرفنا انه ايش يعني افكار رياديه عن جد من طاقه الخلق. فبلشنا نشتغل على مشروع اللي هو شهبندر. شهبندر مثل ما ذكر زميلي ابراهيم هو نتج عن انه هلا الاسعار جدا مرتفعه. اذا حدا شخص هلا عنده مشروع تحت المتوسط او صغير بده يدير اموره الماليه بكفاءه، او اذا هن شراكه، شراء لابتوب اليوم وبرنامج محاسبه كلفه ماليه كبيره 100%. بس مع ذلك لاحظنا انه الجميع عنده هواتف نقاله، شايف؟ فنحن قررنا نستعمل هذا الموضوع واشتغلنا بندر لي زميلي حتى نحن يطلعنا، يعني طلعنا بتطبيق الشهبندر هو من حاجه موجوده بالمجتمع. فنحن كان في لنا تواصل مع كثير من الاشخاص، هن تجار، هن رواد اعمال، فشفنا انه اموره الماليه ما بيقدروا يديروها بسهوله، في تكلفه كبيره حتى يديروها. فنحن الفكره هي ناشئه من حاجه بالمجتمع. واهم شغله كان في مشروعنا انه نحن قبل كنا مبرمجين فريلانسر، بنشتغل لحالنا. فبفتره تطورنا صار عندنا فريق، صار تقريبا عندنا مصمم، عندنا شخص بيحلل نظم، شخص بيعمل تيست للبرامج اللي عندنا. فهذا روح الفريق خلقت عنا يعني قوة، والحمد لله رب العالمين. نعم. طب خلونا نحكي يا شباب، يعني مرت ظروف كتير صعبة على حلب، برغم من هذا الشيء انتم شاركتوا بمشاريع ريادية، كان عندكم أفكار إبداعية. كنا عن هي الفترة الصعبة انتم كشباب كان عندكم أهداف، الخطوات اللي بلشتوا فيها كل حدا بمشروعه، بلش من عندك. تمام. هلأ هو بيقولوا إذا بدك تغير واقعك لازم تغير فكرك. فلما بتيجي نفكر نحن مجال جديد، مجال هو يعني عنا تقريبا ما له الصدى الكتير عالي، هو مجال ريادة الأعمال، بخطر ببالنا شيء له علاقة بتجارة، رجال أعمال، هاي الأمور. فالريادة هي مثل ما قلت لك تحويل فكرة لعمل على أرض الواقع. فنحن ندور على فكرة جديدة، وإش قد ما كان في أفكار مطبقة إلا ما يكون في أفكار جديدة بنقدر نعمله والنبزة ونجيب من وراها أرباح، إن كان مادية وإن كان غير ترتيب. يعني المهم فالفكرة إنه بتعدي علينا مراحل كتير كبيرة، إن كان بحلب ولا بأي محافظة. كان الوضع صعب بالبداية علينا كلياتنا، وأنا بشكل عام عم بعاني بشكل كتير كبير من الكهرباء، موضوع الكهرباء موضوع كلنا والله يا توفيق، مو بس هو على الكل، بس أنا كطبيعة شغلي بتلزمني الكهرباء كتير. في عندي وحدات تبريد، في عندي وحدات تدفئة، يعني بتلزم كهرباء بشكل كتير كبير. فعم بستعين بشكل جزئي بالبطاريات، بطاريات تقدر تخدمني فترة معينة. رغم كل هيك في أسباب تقنية أيام بتصير معنا، أسباب وضع اقتصادي، وضع سياسي، هذا الشيء كله بأثر علينا. بس بما أنه نحن بدينا وقررنا أنه نبلش بالمشروع من الصفر، فصارت علينا مثل مسؤولية. فأنا مسؤوليتي خلاص بديت المشروع لازم أكمل بنفس الطريق وأحاول أحقق إنجازات أكثر من هيك لسه وأكبر من هالمشروع. فدائما في عنا نظرة لقدام، انه يكون عنا نظرة على المدى البعيد للمشروع. يعني المشروع مثلا ما بيتوقف عند انه انتجت اخذت مستودع صغير وبلشت انتج فيه فطر. بما انه نجح مشروعي وبلشت فيه صح وكملت فيه، فلازم ما اوقف رغم اي ظرف بصير معنا. اكيد كلياتنا معدي علينا ظروف وفشل، يعني لولا الفشل ما نجحنا اكيد. تمام. كمان خلينا نحكي ابراهيم، خلينا نحكي اول اجر تقاضيتوه من مشروعكم، قديش كان هيك له خصوصيه جواتكم، شو عملتوا فيه؟ صحيح اول اجر شو عملتوا فيه؟
كان يعني استعملناه في نفس المشروع بصراحه. بنفس المشروع في معدات كهربائيه. تمام، احكوا لنا قديش هذا الشعور كمان كثير حلو انه انتاجكم صار منظم واقتصاديا، ويمكن صرتوا تتقاضوا بشيء انتم بتحبوه يعني وانتم اسستوه. قديش مهمه انه الواحد يعمل شيء بزنس لإله ياخذ منه رزقه. هذا هو بصراحه يعني شيء جدا جميل. بدايه شفت ان عندنا سوق البرمجيات شوي ضعيف، فبدايه الاجور كانت منخفضه والناس ما كثير عندنا بتستوعب او يعني وتجي بتطلع عليها منتج برمجي انه شيء مو ملموس. شفتي احنا للاسف عندنا يعني مو حقوق الملكيه بالنسبه للبرمجيات شوي ضعيفه، فبنضطر نحن نقفلها ونتعب عليها ونطور لها انظمه لحتى تحميها من السرقه او هالامور. فلما اول ما طرحنا فكره انه نجي عند شخص نقول له مثلا انه هذا البرنامج اللي هو شاه بندر اشتراك سنوي، بينصدم شلون يعني اشتراك سنوي؟ لا انا بدي اشتري الي، عرفتي علي؟ هذا الشيء مو موجود يعني هو بالعالم البرمجيات الطبيعي. تمام. البرمجيه بتضل تتطور بنصرف عليها وفي مع دعم تقني، يعني عانينا شوي ببدايه هذا الموضوع بس لا الحمد لله الناس عم تتقبل اكثر هالموضوع. نعم اكيد. وابراهيم بتحب تحكي اي كلمه اخيره كمان بهذا اللقاء؟ لو مثل ما حكى توفيق انه نحن بسبب الازمه يعني عانينا كثير موضوع الكهرباء، نحن شغلنا كلياته هو على الكمبيوترات. صحيح. فنضطر احيانا كنا بالليل نفيق مثلا طول الليل حتى وتجي الكهرباء حتى نشتغل. فمثل ما قالت الانس انه نحن بفتره اول مبلغ اخذناه كان له كثير اثر كبير والحمد لله عم ياثر بالمشاريع اللي بعدها. نحن بنتمنى لكم كل الخير يا شباب، موفقين بافكاركم بابداعكم وبمشاريعكم. ان شاء الله المشروع يصير مشروع عالمي ويكبر اكثر واكثر. شكرا يا توفيق. شكرا على ابراهيم. ميرسي. بس في شغله انه هلا نحن بالبدايه لما دخلنا على منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية تقدمت لنا تسهيلات كتير كبيرة بالبداية كان من ناحية التمويل ومن ناحية خطوات العمل والمتابعة الدورية. تمام. ففي شكر كتير كبير لإدارة المنظمة بالشام بدمشق لأنه قدمت لنا شيء كتير كبير إنه نحن ساعدتنا. كانت مشروعنا المشروع دخلت فيه هو بريجز يلي اسمه جسور. فعلا هو جسور حولنا من طالب، أنا طالب هندسة زراعية، لحولني لصاحب عمل. يعني أنا هلأ إيش قد شيء حلو إنه الواحد يكون صاحب عمل خاص لإله بهالعمر وبالبداية. هي النقطة اللي كنت عم بحكيها. فبحب أشكرهم كتير كبير. هني عبارة عن يعني أفراد عددهم قليل، مركزهم كان صغير بس عندهم إنتاج كتير رائع. يعني أنتجوا خلال هالفترة أعداد كتير كبيرة، وبشوف وكان منهم أهم الشخصيات اللي قابلتها أنا خلال هالفترة أستاذ نضال بيطار، بوجه له تحية كتير كبيرة. أنا لما بشوف الأستاذ نضال يعني بخطر على بالي كل شيء تفاؤل، كل شيء عطاء، يعني بشكل مو طبيعي. قنبلة عطاء وقنبلة تفاؤل استاذ نضال. طبعا الكل عم بيشتغل مع بعض كانهم عيله وحده. لما دخلت على المركز من فتره وتقربت شوي منهم فكان شيء كثير جميل يعني واشخاص جدا رائعين. دائما الارواح الحلوه بتعكس طاقه مهمه للشباب وللمصاري كمان. صح اكيد اكيد. وبالاخير هي فرصه، يعني هي فرصه كثير كبيره و اي فرصه الواحد ما يضيعها، خلقت لتقتنص على الفور. اكيد نحن عن جد كثير انبسطنا فيكم يا شباب وقلبنا كبر فيكم. ان شاء الله بنلاقي المشاريع عم تثمر ابداع اكثر وانتاج اكثر ومردوده عليكم يا رب. شكرا لوجودكم معنا. شكرا كتير.